في هذا المستودع المتواضع بحي شبيرة بودره وفي ولاية غليزان يعمل الميكانيكي عبد القادر شراطي، والذي تمكن من اختراع هذه السيارة وبوسائل جد محدودة جعلته يتفنن في صنعها رغم قلة الإمكانيات، إلا أنه تحدى كل المصاعب والمتاعب وحقق فكرته التي راودته منذ فترة طويلة. فكرة في راسي نقولوا ما عندها شوية، عندها بزاف بنت لي باش نخدمها، نقولوا بشوية طول فيها بصح نقولوا خدمتها. قعدت واحد 6 اشهر ولا بصح 6 اشهر باش الا طولت لا بياس، وكاين صوالح نقولوا لي ما لقيتهمش على جال هذه طولت، كون كاين زعما توفر لي الصوالح وكاع ما نطولش فيها، عندي شهرين ولا نكملها. قلة الإمكانات والوسائل حرمت هذا الميكانيكي من تجسيد أفكار أخرى لا تزال تراوده ويحرص على تجسيدها. لو كانت يوفروا لي الإمكانيات نقدر نخدم جرار، نخدم آلة حصاد، نخدم عيطة صوالح، نخدم سيارة اللي جرى عندي فكرة تاع سيارة تاع لاجيب هذيك اللي كانت بكري قادر نخدمها. هذه اللي راه عندي مشكله فيها، تسمى كاين صوالح نخدمهم لهنا، كاين صوالح اللي ما نقدرش نخدمهم نديهم لكراجات واحد اخرين نخدمهم باش نكمل المشروع تاعي. وعلى امل ان تقدم لعبد القادر شراطي يد العون وتوفير الامكانات اللازمه من اجل تجسيد افكار واختراعات اخرى هو كفء لها، يبقى ينتظر المساعده من الجهات المسؤوله، فهل ستحقق له ذلك يا ترى؟